أهلاً ومرحباً بكم مجدداً أحبتي طلاب الصف الثامن في الفصل الدراسي الجديد من هذا العام. نأمل ونتمنى أن يكون فصلاً مزدهراً كما كان السابق. سوف أبدأ من خلال هذا المقطع بالتحدث عن أسماء الدروس المشمولة خلال الفصل الدراسي الثاني. سوف نبدأ مرة أخرى في سورة الكهف من الآيات الكريمة المقررة. خلال هذه السورة سوف يتعرف الطالب إلى قصة أصحاب الكهف وإلى أنها سورة مكية، وسوف نتعرف بتفصيل إلى لجوء الفتية إلى الكهف وعناية الله سبحانه وتعالى بهم في الكهف والثبات على الإيمان والتحذير من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا كله سوف يتضح للطالب من خلال الدرس الأول. أما بالنسبة للدرس الثاني سوف يعي الطالب أسماء الله الحسنى التي تدل على صفات الله تعالى، فكل اسم لله تعالى يدل على صفة من صفاته سبحانه. مثلا أسماء الله الرحيم والبصير والسميع تدل على صفات الرحمة والبصر والسمع. خلال هذه الحصة سيتعرف الطالب إلى مفهوم أسماء الله الحسنى وواجبات المسلم تجاه أسماء الله الحسنى وكيف عليه الاقتداء بها. كذلك سيتعرف إلى آثار الإيمان بأسماء الله الحسنى. ثم سوف ننتقل خلال هذه الوحدة إلى فضل الزراعة، وهو حديث نبوي شريف روي عن الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري. هذا الحديث الذي يركز على انتفاع المسلم أو الإنسان بالزراعة، وكذلك عن دورها كغذاء للطيور والبهائم، سوف يتعرف الطالب إلى مفهوم الصدقة الجارية ودور الصدقة الجارية. ثم في حصة أخرى سوف يبدأ بتطبيقات مد الصلة ليطبق على دروس التلاوة والتجويد ويتعرف إلى المد المقسم إلى أكثر من قسم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى درس آخر وهو درس يتحدث عن النجاسة وأحكام النجاسة، لأن الأصل في الشيء الطهارة. سوف يتعرف الطالب إلى أنواع النجاسات ووسائل تطهيرها، والتي كان منها البول والغائط والدم المسفوح والميتة وغير ذلك، وعليه أن يعي جيداً وسائل الطهارة من النجاسة التي قد تقع على الثوب أو المكان أو البدن أو الإناء، وعلى الإنسان أن يتخلص منها بوسائل التطهير وأدواته التي من أهمها الماء أو التراب في حالات مخصوصة. ثم سوف يقوم الطالب بتطبيق التعلم وتنظيمه من خلال تطبيقات واختبار المعلومات الواردة في الدرس، إلى أن ينتهي أو إلى أن تنتهي هذه الوحدة بالتلاوة مرة أخرى وتطبيقات أخرى على مد الصلة من سورة مريم. تلك التطبيقات التي يعي الطالب من خلالها مدى أهمية استخدام أو قراءة القرآن الكريم بمراعاة أحكام التجويد. هذا بالنسبة للوحدة الأولى من هذا الكتاب. نتمنى لكم عاماً دراسياً وفصلاً مزدهراً.